خلينا طب نتكلم على زمايلك في حراسة مرمى النادي الأهلي. أخيرا معاك علي لطفي، في مصطفى شوبير، في حمزة علاء. بخبراتك وقدراتك ما شاء الله، بتتعامل معاهم ازاي وبتنصحهم بإيه دايما؟ لا طبعا انا معايا علي لطفي، يعني انا اعرف علي لطفي من فوق 10 سنين لما كان بيلعب في انبي. هو من الاجوان المتميزه جدا ومن الاجوان الكبيره في الدوري المصري، ولعب منتخب مصر طبعا ولعب دولي. طبعا انا بالنسبه لي علي بيبقى موجود معايا، بيديني قوه جامده جدا، واحنا اخوات في الاول وفي الاخر. معايا مصطفى شوبير ومعايا حمزه، الاثنين يعني بيتطوروا بشكل كبير جدا، والاثنين كويسين جدا. واي حد يكون موجود، علي، مصطفى، حمزه، احنا على طول مستنديينه. انا وعلي على طول بنتكلم معاهم، مش انا لوحدي، علي على طول معايا في ظهري على طول. واي حد يكون موجود في الفرقه بالنسبه لي، علي يلعب انا بسنده، انا بلعب علي بيساندني، واحنا على طول في ظهر بعض. احنا في الاول وفي الاخر بندور على مصلحه واحده، مصلحه النادي، ان النادي الاهلي يفوز، ده اهم شيء يعني. وانا بشكرهم الفتره اللي فاتت دول كلهم ان هم مساندني، وانا عارف ان هم على طول في ظهري وهم اخواتي، وانا نفس النظام نفس الشعور ان هم في الاول وفي الاخر اخواتي، هم بيلعبوا برضو انا بساندهم وانا في ظهرهم. معانا مدرب طبعا ميشيل، طبعا عامل معانا شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت دي كلها، ومتعامل معانا اللي احنا زي اخواته، وراجل بصراحه مش مقصر معانا خالص. وإن شاء الله يعني اللي جاي أفضل إن شاء الله.